اهلا وسهلا يا شباب، ازيكم؟ انا اسمي كريم اشرف، والنهارده هنتكلم عن الاذر افكتس بتاعت مثلث التعريض اللي اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات. يلا بينا. كنا اتكلمنا اخر مره عن المثلث التعريض بتاعنا وايه هي المين فانكشنز بتاعت كل واحد من الثلاثه بتوعنا، بس اللي هنتكلم فيه النهارده هو الافكتس اللي بتحصل لما باجي بغير السيتنجز بتاعت واحد كل واحد فيهم. لو هنبتدي بالابرتشر، الابرتشر هي فتحه العدسه اللي بتتحكم لي في كميه الضوء اللي بتخش على السنسور، بس لما باجي اغير فيها شويه اقفلها او افتحها في حاجه تانية بتحصل غير بس كميه الضوء اللي بتخش والتاثير على الصوره والاكسبوجر. ايه اللي بيحصل؟ في حاجه اسمها الدبث فيه او عمق الميدان او درجه العزل بتاعتي. يعني ايه دبث فيه؟ دبث فيه ببساطه هو ايه اللي من الصوره هيفضل انفوكس. يعني لو انا عندي الصوره بتاعتي قدامي وانا قاعد والفوكس عليا، تمام، ايه غيري في الصوره هيكون انفوكس من اول ما الفريم يبتدي لغايه ما ينتهي؟ هو ده عمق الميدان. عمق الميدان بيدخل فيه اكتر من الكرايتيريا هي بتحدده، بس الابرتشر واحد منهم وده اهمهم كمان، فانا هتكلم عليه ببساطه عشان ده هيكون معمول له حلقه ثانيه. احنا عندنا نوعين، يا اما شالو دبث فيلد يا اما جريت دبث فيلد، او يا اما العزل بتاعي يكون واسع جدا او العزل بتاعي يكون صغير. حددوا اكزاكتس عشان توصلوا لكم الصوره. لو انا بصور بورتريت مثلا، او دايما انتوا في صور البورتريه عموما بتشوفوا ان دايما البطل بتاع الصوره بيكون واقف وكل الباك جراوند بتاع اللي وراه منغمشه او بلوري او مش باينه، ده معناه ان هو الشالو، ان الدبث فيلد بتاعه شالو جدا. وفي الناحيه الثانيه في اللاندسكيبس او في اي صور طبيعيه مثلا، منظر طبيعي، احنا بنشوف ان من اول نقطة في الصورة لغاية اخر نقطة في الصورة كلها ان فوكس، مفيش حاجة منغمشة خالص. ده كده الدبت فيلد كبير جدا. طيب ايه دخل بقى فتحة العدسة بكل دوت؟ ببساطة لما اجي انا افتح العدسة واقفلها هو ده اللي بيعمل الافكت. طيب ايه بقى اللي بيتم؟ لو هنتكلم مثلا ان نقطة النص بتاعنا F 10 او حاجة، كل ما امشي في الاتجاه بتاع ال F 1.4 كل ما افتحها، كل ما افتح فتحة العدسة بتاعتنا لغاية افتح حاجة عندنا 1.8 1.4 2 whatever بقى كل واحد عنده العدسة بتاعته، انا كده بساعد في ان انا اعمل عزل كبير جدا، shallow depth of field، يعني اخلي كل الباك جراوند اللي ورايا منغمشة. كل ما امشي في الاتجاه التاني لغاية F 22 انا كده بعمل great depth of field، او ببساطة بحاول على قد ما اقدر اخلي كل اللي في الصورة in focus. يبقى اخد بالي وانا بصور وبستخدم الابرتشر ان مش بس فتحة العدسة كل ما افتحها واقفلها بتأثر لي على كمية الضوء، لا دي كمان بتعمل لي افكت ان كل ما افتح الفتحة على الاخر عمق الميدان بيكون رفيع جدا. يعني لو انا عامل دلوقتي فتحة العدسة على F1.8 وعناية بس هي اللي انفوكس، حطيت فوكس بوينت عليها، ده معناه ان اي حاجة قصادها هتكون اوت اوف فوكس واي حاجة وراها هتكون اوت اوف فوكس، يا دوبك عناية بس. لو انا عامل فتحة العدسة على F22 او حاجة F16، تمام، ده معناه ان عينيا هتكون ان فوكس ولسه في قدامي مكان ورايا مكان هيكون ان فوكس برضه، العزل هيكون صغير جدا. ده كده الابروتش. طيب في افكت بيحصل على الشاتر سبيد. طيب الشاتر سبيد احنا عارفين ان هو بيتحكم برضه في كميه الضوء اللي بتخش عن طريق سرعه الميرور في الفتحان والقفلان، بس مش كده وبس، بيتحكم لي في افكت اسمه الفريزنج، او ان انا لو انا عايز اجمد الاوبجكت اللي قدامي. طبعا احنا عارفين ان الشاتر سبيد دوت وقت زمني المر بتفتح فيه الضوء بيخش وبعدين تقفل. طيب انا كل ما اقلل الوقت الزمني دوت، يعني اكبر الرقم بتاع الشاتر سبيد او امشي في الاتجاه ناحيه الواحد على 4000 او واحد على 8000 على حسب كاميراتنا كده، كل ما انا بفريز كل الاوبجكت اللي قدامي في الصوره بجمدها، لان الوقت الزمني اللي هصور فيه الصوره صغير جدا، الاوبجكت مش هيلحق يتغير او مش هيلحق يتحرك. كل ما امشي في الاتجاه التاني كل ما زود الوقت الزمني، يعني اقلل الرقم بتاع الشاتر سبيد، يعني امشي في الاتجاه اللي رايح على 1 على 10 1 على 5 1 على 30 من الثانية لكمان الثواني، كل ما بزود الوقت الزمني بسمح شوية ان الاوبجكت اللي بيتحرك او ايدي تتهز، كل ما بسمح ان الصورة نوعا ما تتهز مني. فكل ما اقلل الوقت الزمني وبزود الشاتر سبيد كل ما يكون الصورة فريز، تمام، والعكس صحيح، مقالي
ازود الوقت الزمني، اقلل الرقم بتاع الشاتر سبيد كل ما يكون في فرصه للاهتزاز اكتر. تالت حاجه احنا عندنا الاي اس او او الايزو، دوت حساسيه السنسر للضوء، كلام برده جميل جدا بس ليه افكت بيعمله لما باجي برده بلعب فيه. ايه اللي بيحصل لما باجي ازود الاي اس او بتاعي؟ الصوره بتفتح عشان حساسيه السنسر بتزيد للضوء. بس مش كده بس، بيحصل عندي افكت اسمه النويز افكت او الغروشه في الصوره، وده افكت مش لطيف او احنا على قد ما بنقدر بنحاول نتفاداه. الناس امتى بنشوفه؟ لما تيجي تصوره بالليل وتلاقي الصوره منغمشه خالص ومش واضحه، مش كلير، مش زي ما بنصور الصبح. ده ليه؟ عشان كاميراتنا هي بتصور في وضع مش لطيف، مفيش ضوء كفايه، فابتدت تعلي الايزو بتاعها فابتدى ينتج عندي نويز. طيب الايزو دوت هو مع التقدم في التكنولوجي والكاميرات ابتدينا دلوقتي نوعا ما الكاميرات الجديده تتعامل اكتر او تتعامل احسن مع الايزو العالي عن الكاميرات القديمه. بس مش ده برضو المتعرف عليه. نوعا ما احنا عندنا كل ما نزود الايزو بتاعنا ونعدي ال 1600 او نوصل 1600 لازم هنلاقي نويز في الصوره. طيب الهدف بتاعنا ايه هنا؟ كل ما اكون عايز صوره واضحه ما فيهاش نويز كتير، احاول على قد ما اقدر اقلل الايزو بتاعي. بمعنى اصح ان انا احط نفسي دايما سيتويشنز كويسه محتاجش اعلي الايزو بتاعي، واتمرن على الكاميرا بتاعتي كتير عشان اعرف ايه الليمت بتاعها او الرينج اللي الايزو فيه هيفضل محتفظ بنقاء الصوره ومش هشوف فيه نويز كتير. يبقى عشان الخص المعلومه دي من غير ما نخش برده في تفاصيل التكنيكاليتيز، الايزو بتاعنا كل ما بيعلي او كل ما بيزيد فعلا الصوره بتفتح عشان الحساسيه بتاعت السنسر بتفتح. ده كلام قديم، بس الجديد بقى ان هو بيعمل ايفكت اسمه النويز ايفكت، او بلاقي فيه الديجيتال نويز او اللي هو الغروشه دي، وده طبعا بيقلل الكواليتي بتاعت الصوره. فالاحسن ليا ان انا اقلل الايزو على قد ما اقدر عشان الصوره تكون كلير على قد ما اقدر. احنا كده قلنا الثلاثه ايفكتس بسرعه جدا من غير ما نكون دخلنا في تكنيكاليتيز او دخلنا في مواضيع فرعيه. عرفنا ان الابرتشر بيتحكم لي في الدبث فيلد، عرفنا ان الشاتر سبيد بتتحكم لي في الفريزنج اكشن او في الفريزنج ايفكت، عرفنا ان الاي اس او بيتحكم لي في النويز ايفكت او الديجيتال نويز بتاعنا. على حسب انا عايز اطلع ايه ببتدي اعرف حركتي مع كل واحد فيهم هتادي لي ايه بالظبط. يا رب تكونوا انبسطتوا وتكون الحلقه بسيطه وعجبتكم. لو في اسئله يا ريت تكتبوها لي في الكومنتس تحت، وان شاء الله استنوني الاسبوع الجاي. والسلام عليكم.